شهد سوق الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت القيمة السوقية 605 مليارات ريال في أسبوع واحد، فيما سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 365 نقطة فاصلة 8% أو ما نسبته 3.33%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.320.39 نقطة. وإزاء هذا الانتعاش في السوق، ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 10.37% لتصل إلى أكثر من 2,134,000,000 ريال مقابل أكثر من 1,934,000,000 ريال. يشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع قد ارتفعت بدورها بنسبة 3.24% لتصل إلى أكثر من 605 مليارات ريال مقابل 586 مليار ريال في نهاية الأسبوع الذي سبقه. وكان قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع قد احتل المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.73% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة فاقت 10%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.9%. أظهرت إحصائية لتحليل الوضع المروري أجرتها وزارة الداخلية أن النصف الأول من العام الجاري سجل انخفاضاً بنسبة الوفيات بلغ 22.7% مقارنة بالنسبة المرورية للضحايا والمسجلة في النصف الأول من العام الماضي. ووفقاً لهذه الأرقام، فقد بلغ معدل وفيات الحوادث المرورية بلغ نحو 6 حالات لكل 100,000 نسمة في النصف الأول من هذا العام، مسجلاً انخفاضاً بنحو 28.4% مقارنة مع النصف الأول من عام 2015. وأظهرت الإحصائية أن نسبة حوادث الوفيات خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعت بمعدل 27.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض عدد القطريين المتوفين بهذه الحوادث بمعدل 22.2%. وانخفضت وفيات حوادث المشاة خلال النصف الأول من عام 2016 بنسبة 33.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولفتت وزارة الداخلية إلى أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات ذات الصلة بالشأن المروري في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بنشر السلامة على الطرق بمختلف أشكالها.